السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء الثاني من محاضراتنا عن الإلكترونيك سبكتروسكوبي نتناول الإلكترونيك ترانزيشنز من باب السيمتري على وجه الخصوص. نبدأ بصديقنا جزيء السيس 1-3 بيوتادايين والذي كنا قد حسبنا له الانرجي ليفلز الأربعة للباي إلكترون سيستمز. الليفل الثاني E2 هو أعلى ليفل مليء بالإلكترونات فهو الهومو، بينما E3 هو أوطى مستوى طاقة فارغ من الإلكترونات lowest unoccupied MO فهو الهومو. وكنا للأفلاك الأربعة هاي الMOs الأربعة قد حددنا السيمتري B2 A2 B2 A2. تذكير طبعا السيس 1-3 بيوتادايين ينتمي للC2V point group. كنا أيضا قد حسبنا السيمتري للground state وكانت A1 أذكركم doubly occupied non-degenerate level بطلع دائما A1 هيو doubly occupied non-degenerate A2 هنا doubly occupied non-degenerate بطلع A1 ground state هذا A1 وهذا A1 ground state كلها has the total symmetric is a total symmetric state has the A1 symmetry. الآن لننظر في الترانزيشن رقم واحد. الترانزيشن رقم واحد انتقل الإلكترون من الهومو إلى الهومو. الآن إحنا ما بنفكر في السبين هل هو مشابه أو معاكس، فقط انتقل الإلكترون من الهومو إلى الهومو، هذا هو الترانزيشن رقم واحد. ونسأل أنفسنا ما هي الريبرزنتيشن التي تمثل الموليكيول في هذه الإكسايتد ستيت؟ كل ما عليك تعمله إنك تضرب الريبرزنتيشنز للأفلاك الموجود فيها إلكترونات. الإلكترون الأول والإلكترون الثاني موجودين في B2 doubly occupied non-degenerate، ما في داعي تطلع عليهم بتفصيل، هذا هو راح يعطيك A1. إذا تحتاج تضرب الريبرزنتيشن للمستوى الثاني للE2 اللي هي A2، تضربها بالريبرزنتيشن للإلكترون الموجود في المستوى الثالث اللي هي B2. إذا أضرب A2 في B2 وراح تكتشف إنه الإكسايتد ستيت هاي has the B1 symmetry. طيب الإكسايتد ستيت 2، الإكسايتد ستيت 2 نتجت من انتقال إلكترون من الهومو للهومو زائد واحد، يعني للليفل رقم 4. إذا انتقال من الليفل رقم 2 إلى الليفل رقم 4، نفس الشيء الموجودين بالفيرست ليفل هدول ما في داعي تطلع عليهم، عندك إلكترون موجود في E2 وإلكترون في E4. A2 ضرب A2 representation A1، إذن الموليكيول في الإكسايتد ستيت رقم 2 has the symmetry A1 symmetry. بنفس الطريقة بتقدر تطلع السيمتري للإكسايتد ستيت رقم 3. في الإكسايتد ستيت رقم 3 انتقل إلكترون من الفيرست ليفل من E1 للE3، وأيضا للإكسايتد ستيت رقم 4 حيث انتقل إلكترون من E1 إلى E4، وهي السيمتريز موجودة عندنا هون. ننظر الآن في الترانزيشن مومنت انتجرال للإلكترونيك ترانزيشنز بشكل عام. بدك تجيب البسي فانكشن، الإلكترونيك بسي فانكشن للإنيشال ستيت اللي في الحالات اللي ذكرناها في السلايد السابق كانت هي الجراوند ستيت، تشغل عليها الدايبول مومنت أوبريتر، ومن ثم الجواب تضربه في الإلكترونيك بسي فانكشن للإكسايتد ستيت المعنية وتجري التكامل over the whole space. طبعا
الدايبول مومنت اوبريتر هو نفسه الدايبول والدايبول مومنت، والدايبول مومنت ما هو الا الشارج مضروبه في السيبريشن بين الشارج الموجبه والسالبه، والسيبريشن هاي متجه في فضاء ثلاثي الابعاد، وبالتالي بقدر اكتبها على جميع متجهي من الاكس والواي والزد كومبوننتس. بعوض هذه المعادله في الترانزيشن مومنت انتجرال هون، وهذا التكامل بوزعه واحصل في النهايه على ثلاث تكاملات هذه اللي اراها. في اذا بتلاحظ عندي هون الكيو بما انها كونستانت طلعتها برا التكامل، وهنا في عندي الاكس كومبوننت للتشارج سيبريشن، هذا الواي كومبوننت وهذا الزد كومبوننت. الان في عندي ثلاث تكاملات، هذا التكامل الاول هذا بسميه الاكس كومبوننت اوف ذا ترانزيشن مومنت انتجرال، التكامل الثاني بسميه الواي كومبوننت اوف ذا ترانزيشن مومنت انتجرال، والاخير هو الزد كومبوننت اوف ذا ترانزيشن مومنت انتجرال. التوتال ترانزيشن مومنت انتجرال تو بي نون زيرو لازم على الاقل واحد من هذول التكاملات الثلاثه انه يكون نون زيرو. الان امتى التكامل هذا مثلا از نون زيرو؟ قال لك اذا كان الانتجراند هذا، اذا كان الانتجراند بدك تعمل له تكامل has a1 symmetry، has a1 symmetry، التكامل راح يطلع نون زيرو. اذا امتى التكامل راح يطلع نون زيرو؟ اذا الانتجراند must belong to the a1 representation. اذا واحد من هذول التكاملات الثلاثه كان نون زيرو، التوتال ترانزيشن مومنت انتجرال بيكون نون زيرو، والالكترونيك ترانزيشن بيكون سيمتري allowed. لنطبق الان ذلك كله على جزيء السيس 13 بيوتادايين والانتقالات الالكترونيه الاربعه التي ذكرناها في السلايد الاول. ما نبحث عنه هو الانتجراند للترانزيشن مومنت انتجرال كومبوننتس، بدنا نشوف to what representation do they belong. خلينا نبدا في الميو اكس، الاكس كومبوننت اوف ذا ترانزيشن مومنت انتجرال للترانزيشن الاول. ايش لازم تعمل؟ لازم تجيب السيمتري للجراوند ستيت، شفناها كانت A1، تضربها في السيمتري للX component of the transition moment of the dipole moment، وإحنا شفنا إنه الX component of the dipole moment transforms as X، وX belongs to the B1 representation في character table the C2V point group، وبدك تضرب ذلك كله بعد ذلك بالrepresentation التي ينتمي إليها الMO of the excited state، وشفنا في السلايد الأول إنه ينتمي إلى B1. إذا بدي أضرب A1 في B1 في B1 بيعطيني A1 representation، وهذا يعني إنه UX X component of the transition moment integral is non-zero، وهذا يعني انه هذا الترانزيشن رقم واحد اللي صار في انتقال من الهومو لليومو is symmetry allowed. طيب خلينا نشوف الاذر كومبوننتس الميو واي. الميو واي نفس الاشي، عندك نفس البسي جي ونفس البسي اي سيمتريز، البسي جي له سيمتري اي 1 والبسي اي له سيمتري B1، لكن الفرق انه ميو واي الواي كومبوننت اوف ذا دايبول مومنت which transforms as y belongs to the B2 representation، ولما تضربهم بعض A1 B1 B2 بيطلع معك A2. A2 ايش السيمتري بتقول لي؟ بتقول لي هذا الانتجرانت لما تعمل له تكامل راح يطلع الترانزيشن مومنت انتجرال قيمته صفر. نفس الشيء طبق ذلك بالنسبة للزد كومبوننت،
راح يطلع معك transition moment integral في z direction يساوي صفر. احنا بنحكي عن الترانزيشن الاول، هذا الترانزيشن انه allowed في x direction فقط، ايضا نطلق على ذلك انه هذا الترانزيشن is x polarized. بنطبق نفس الشيء على الترانزيشنز رقم 2 و3 و4، وراح نكتشف انه ترانزيشن 2 allowed لانه الz component belongs to the A1 symmetry، وبالتالي transition is z polarized. الترانزيشن 3 بنلاحظ ايضا الz component belongs to the A1 symmetry، والانتجرال بيطلع بالتالي transition moment integral بيطلع بالتالي non zero في z direction، it is z polarized. اما الترانزيشن رقم 4 فهو x polarized. خلاصة all four transitions are symmetry allowed. ننتقل الآن إلى جزيء البنزين، وخليني أذكركم إحنا مهتمين فقط في باي إلكترون سيستم، نحن نتجاهل كل السيجما إلكترونز. ونتذكر كل ذرة من ذرات الكربون الستة تساهم في الباي سيستم ببي أوربيتال، والبي أوربيتال عمودي على السيجما بوندز التي تربط الذرات الست بعضها ببعض. مهمتنا التالية هي أن نحدد السيمتري للموليكولر أوربيتالز الناتجة من هدول الستة بي أوربيتالز. إذا هدول الستة بي أوربيتالز راح يعطوني MOs موليكولر أوربيتالز، ومهمتي أن أحدد السيمتري لهذه الMOs. ولهذا الغرض بالتحديد ما في داعي نشتغل بالD6H point group، الشغل بالD6 كافي، وبالC6 حتى كافي to deduce the symmetry of these MOs. هون احنا اشتغلنا بالD6 point group، وخليني اذكركم الC6 ما هو الC6؟ الC6 هذا rotational axis، هذا عنده ال highest symmetry rotational axis، هذا هاي ذرات البنزين الستة، نحن نتكلم عن الكربون فقط، هذه الستة موجودة الستة في نفس المستوى اللي هو الشاشة، الآن عموديا على الشاشة يمر خلال النقطة الحمراء هذا المحور اللي هو C6 rotational axis by 60 degrees دوران 60 درجة. طيب C3 هو نفس هذا الاكسس لكن بتقوم بدوران 120 درجة، والC2 نفسه هذا الاكسس Z direction ومرة بتعمل دوران بمقدار 180 درجة. طيب C2 double prime وtriple prime، C2 double prime هو موجود في نفس البلين في الذرات ويمر بذرتين زي هذا على سبيل المثال، هذا C2 لما تعمل دوران حول الأكسس مقدار 180 درجة هدول الذرتين يصبحوا في هذا المكان، بينما هدول الذرتين بيبقوا في مكانهم ما بتحركوا. C2 triple prime نفس C2 double prime، ولكن بدل ما يمر في ذرتين كربون يمر منصفا الأضلاع المتقابلة في الهكسجون، وفي منهم هدول ثلاثة وهدول في منهم ثلاثة. الآن إيش بدنا نعمل؟ بدنا نستنبط أو نشتق reducible representation تصف ال P orbitals الستة الموجودين عندي. خليني أشغل symmetry operations البنتامول المجموعة هاي هي D6 على 6P orbitals. ال E شو بتخليهم الستة في مكانهم؟ إذن 6. بالC6 اعمل دوران بمقدار 60 درجة ولا P orbital ضلوا مكانه، إذن unshifted 0. والC3 أيضا حركتهم بمقدار 120 درجة، ما في P orbital بقي مكانه ولا بالC2 بقي مكانه. طيب ماذا عن الC2 double prime؟ هاي الC2 double prime، انتبه
number of unshifted 2. هذا بقي في مكانه ال p orbital وهذا بقي في مكانه ال p orbital. هدول الاثنين اصبحوا هون وهدول الاثنين راحوا ايضا للجهه الثانيه، لكن هدول الاثنين بقي في مكانهم. لكن لما عملت انت دوران 180 درجه انت قلبتهم راسا على عقب، فصار كان البلس امام الشاشه صار خلف الشاشه، وهنا نفس الشيء، ولذلك اثنين بقيوا مكانهم لكن انضربوا في ناقص واحد صار الموجب سالب والسالب موجب. اما بالنسبه للسي 2 تريبل برايم، السي 2 تريبل برايم ما في ولا ذره بتبقى مكانها، وبالتالي ما في ولا بي اوربيتال بيبقى في مكانه، نعطيه اذا هنا كاركتر صفر. هذه reducible representation بتعملها reduction بالطريقة المألوفة، وستنتهي بأنه في عندك أربعة representations يمثلوا الـ MOs. هذه A2 B2 E1 E2، بدي أنبهك هدول 6 MOs لأنه 2 MOs ينتموا لـ degenerate representation E1 و 2 MOs ينتموا لل degenerate representation E2، واحد لل A2 وواحد لل B2. لكن الجزيء عنده D6H symmetry وليس D6 symmetry. الآن لما تطلع على جدول ال D6H الكاركتر تيبل لل D6H point group، ال A2 بتلاقيها موجودة مرتين، بتلاقي في عندك هنا A2G وبتلاقي هنا A2U، فأي واحدة منهم هي السيمتري الحقيقية للإم أو في البنزين؟ حتى نعرف ذلك الشغلة بدنا ننظر السيمتري أوبريشن سيجما H، هذا ريفليكشن along the horizontal plane، أي plane of reflection، هذا plane of reflection سيجما H بمر في الذرات الستة، هو البلين الموجودة في الذرات الستة، مع يعني ذلك انه البي اوربيتال عمودي على السيجما اتش. طيب ايش بيصير في البي زد لما when you operate السيجما اتش عليه؟ هايو الماينس بنعكس لفوق والموجب بنعكس لتحت، اذا البي زد اوربيتال changes sign upon application of sigma h. باجي بدور ال A2G الكاركتر للسيجما h واحد، ما غير ال PZ اتجاهه، اذا لا مش ال A2G. لما اطلع على A2U بلاقي الكاركتر تحت السيجما h ناقص واحد، اذا لابد انه هاي ال A2 هي A2U، لأنه الـ A2U بتحقق شرط إنه الـ PZ orbital يعكس إشارته upon reflection upon application of the sigma H symmetry operation. بنفس الطريقة نيجي على الـ BT B2، في عندي 2 B2، في عندي B2G وفي عندي B2 U، أي واحدة منهم اللي سيجما H بتعطيني ناقص واحد، B2G بتعطيني ناقص واحد، B2U بتعطيني زائد واحد، إذا هذه هي B2G. بنفس الطريقة راح نستنبط إنه الـ E1 هي E1G لأنها بتعطيني كاركتر ناقص واحد للسيجما H، والـ E2U بيعطيني أيضا كاركتر ناقص واحد لا تحت السيجما اتش. هدول هم السكس ريبريزنتيشنز، عفوا هدول هم الريبريزنتيشنز الذين يمثلون السكس ام اوز اوف ذا بنزين باي الكترون سيستم. اذا احنا عرفنا السيمتري للست ام اوز للباي الكترون سيستم اوف ذا بنزين موليكيولز. الخطوه التاليه بدي اعرف الويف فانكشن بساي الذي يمثل هذول ال6 ام اوز ايش هو بالضبط. ف
في عدة طرق لذلك. الطريقة الأولى درسناها عندما تكلمنا عن الموليكيولز, الكوانتم ميكانيكس اوف موليكيولز, كانت الهيكل ميثود. بدك تعمل السيكولار ديتيرمينانت, تسويها بصفر وتحسب قيم x كما هو متوقع. في هناك 6 قيم ل x زائد ناقص 1 زائد ناقص 1 زائد ناقص 2. الآن مثلا x ناقص 2 راح تطلع عندك الطاقة ألفا زائد 2 بيتا. هذا هو أدنى مستوى طاقة ل x زائد 2, راح يطلع معي ألفا ناقص 2 بيتا. هذا هو أعلى مستوى طاقة. لناقص 1 راح يطلع مستوى الطاقة ألفا زائد بيتا, لكن انتبه ناقص 1 موجودة مرتين, فبطلع عندي 2 wave functions. هدول 2 wave functions are degenerates, هدول 2 degenerate MOs. وأيضا لـ x زائد 1 راح يطلع عندي 2 degenerate wave functions لهم نفس الطاقة. هدول هم 6 MOs of the pi electron system of benzene molecules. احنا الآن طلعنا فقط طاقتهم. الخطوة التالية اني اطلع الـ C function exactly. مثلا هذا عند الـ x يساوي ناقص 2, بدك تعوض x يساوي ناقص 2 في الـ equation system of the coefficient C, 1, C2, C3, C4, C5, C6, وتحله. وبعد ذلك تعمل normalization, ولما تعمل هذه العملية راح تنتهي بهذا الـ Psi function. هذا الـ Psi function, هذا الـ normalization coefficient, هذا واضح أنه هو عبارة أنه الـ P orbitals الستة موجودين كلهم زي ما هم بنفس الاتجاه ولا واحد انقلب. هاي هون مبين هون الزائد أو اللون الداكن الأزرق يمثل الزائد على سبيل المثال, كله موجود فوق. بينما للX يساوي زائد 2 التي تمثل الـ highest energy level, لما تيجي تحل الـ equation system for the coefficient Ci بتعوض X يساوي قيمتها زائد 2 وتحل الـ equation system مع الـ normalization condition, راح تنتهي بهذا الـ wave function. قيم C هنا موجب سالب موجب سالب موجب سالب, وهي بتلاحظ مع الـ orbital هنا أزرق فوق بعدين أزرق تحت, أزرق فوق أزرق تحت, أزرق فوق أزرق تحت, موجب سالب موجب سالب موجب سالب, وهلما جرا. هاي الطريقة مناسبة جدا وبتعطيني الـ wave function للـ x يساوي ناقص 2 والـ x يساوي زائد 2. لكن الحقيقة في راح تواجهك مشكلة, أرجوك حاول تحل للـ x يساوي زائد أو ناقص 1, حاول تحل المسألة. راح تشوف إنك مش راح تقدر تحل المسألة. There is no unique solution for Ci لما يكون الwave functions degenerate. لتوضيح المسألة أكثر نأخذ قيمة x يساوي ناقص 1 وندخلها في الequation system الخاص بالcoefficient C1 لC6 ونضيف إلى ذلك النورماليزيشن كونديشن وستنتهي بهذه المجموعة من المعادلات. ستكتشف أن C1 لابد أن تساوي ناقص C4 أو C2 ناقص C5 أو C3 ناقص C6. فيما يخص C1 و C2 و C3 عندك فقط معادلتين, هذول المعادلتين لا يكفوا لمعرفة C1 و C2 و C3 على وجه التحديد. عندي 3 variables و 2 equations. كيف الحل وكيف العمل؟ بفرض قيمة ما, مثلا لنفرض أن C3 قيمتها 0 وبنحل بناء على هذا الأساس.
C3 chosen arbitrary. ممكن تعوض شيء ثاني غير الصفر بصير. بدك بدل C3 تعوض C2 كمان بصير. يعني أي واحد من هذول الكوفيشنتس عوضه بالقيمة التي تراها مناسبة. إحنا إيش عملنا هون؟ عوضنا C3 تساوي صفر، والآن أدخلناها هون استنبطنا إنه C1 يساوي C2 وكملنا الحل. C1 بالنهاية بتطلع قيمتها 0.5، C2 0.5، C4 ناقص C1 من هون ناقص 0.5، وC5 ناقص 0.5 هي ناقص C2، وC6 0 لأنه C3 تساوي 0. أنت بالتالي عرفت C2. كيف نعرف C3؟ بدك تكتب الجنرال إيكويجن فور C3 اللي هي اللينير كومبينيشن بالترمز بالكوفيشنت C1 إلى C6، وبدك تطبق الأورثوغوناليتي كونديشن. لازم C2 C3 هذول أورثوغونال، وبالتالي التكامل لب C2 مضروب في C3 over the whole space لازم يكون صفر. اوكي، هاي C2 ضربتها ب C3 واجريت التكامل، وهذه معادلة ستقودك الى انه C1 زائد C2 يساوي C4 زائد C5. صار عندك معادلة اضافية ضمها لمجموع المعادلات الموجودة عندك هنا فوق، وستكتشف قيم C1 C2 C3 C4 C5 و C6. أصبح الفانكشن C3 في متناول اليد. هنا نرى الانرجي دياجرام للـ6MOs، وأيضا الـMOs نفسهم مرسومين أمامنا. بدي أنبهك للـC2 والـC3 اللي طلعناهم في السلايد السابق. الكوفيشنت لـFi1 موجب، لـFi2 موجب، لـFi4 سالب، لـFi5 سالب، لـFi3 صفر، مش موجود الأوربيتال كله لأنه انضرب بصفر، وكذلك للـFi6. هاي النقاط الـ Psi قيمة الـ Psi function تساوي صفر بنسميها nodes، وهذا الخط الواصل بين هذول الـ 2 nodes. من جهة تكون الـ Psi function موجب إذا طلعنا للجزء فوق الذرات، والجهة الثانية المقابلة يكون سالب. ودائما لما تنتقل من موجب لسالب لابد أنك مررت بالصفر. في الـ degenerate function C3 أيضا خلينا نتأمل الكوفيشنت للـFi1 موجب، خلينا هاي الـFi1 موجب، للـFi2 سالب، سالب للـFi3، للـFi4 سالب، للـFi5 موجب، وللـFi6 موجب. أيضا هنا من شايفين هنا في عندي نودز هون انتقل من موجب لسالب، لابد اذا نقطه الوسط هون يكون البسي يساوي صفر. هنا كذلك انتقل من موجب لسالب، لابد من المرور بصفر. هاي النقاط التي يكون البسي فانكشن عندها صفر تسمى نودز. بال C4 وC5 بتلاحظ انه عدد النودز ازداد عندي في هون 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 هون، عدد النودز ازداد. وفي other degenerate function نفس العدد من النودز موجودين عندي. في الاخير الـ highest energy level عدد النودز ايضا ازداد اكثر. في عندي قاعدة the higher the energy the higher the number of nodes. يعني احنا من البداية هذا الاول طلعناه بكل بساطة ما في كان ولا نود، والاخير كان فيه 6 nodes أو 3 nodal planes بنسميهم. يعني البلين هذا على امتداد هذا الخط العمودي هذا بنسميه nodal plane.
هون في عندي 6 نودز او 3 نودال بلينز، هون ما في عندي ولا نود. اذا في مستوى الطاقه الثاني هذول الدي جنريت اللي انا طلعت انهم دي جنريت، انا لازم اتوقع مباشره انه في عندي 2 نودز او 1 نودال بلين. وفي مستوى الطاقه الثالث اللي فيه البسي 4 والبسي 5 لازم يكون في عندي 4 نودز او 2 نودال بلينز. اذا هاي كمان هنت بتساعدني لمعرفه اشارات الكوفيشنتس، اني من مستوى الطاقه بقدر احدد اكم نود لازم اتوقع فيه، وبالتالي اكم نودال بلين موجود فيه، وهذا بحدد لي اشارات السي. الطريقة الثانية لمعرفة الـ MOs للـ Pi Electron System of the Benzene Molecules هي باستخدام ما يعرف بالـ Projection Operator. من درس الـ Group Theory جيداً يعرف ما هو الـ Projection Operator. خليني أوضح لك فكرة الـ Projection Operator بمثال. إحنا استنبطنا إنه أحد الـ MOs الستة الخاصين بجزيء البنزين has the A2 symmetry. الآن الفكرة هون هي إنك تعمل combination من الـ 6 PZ orbitals اللي بدخلوا في تكوين الـ Pi system، إنك تعمل combination من الـ 6 PZ orbitals تحقق هذه السيمتري. هذا ما يعرف بالـ Symmetry Adapted Linear Combination جماعة Group Theory Cycles. إذن الفكرة إنك تعمل Linear Combination من 6 PZ Orbitals تعطيك Symmetry المطلوبة. يعني مثلا أنا أبحث عن Linear Combination تحقق الـ A2 Symmetry، بجيب الـ Projection Operator للـ A2 Representation وبشغله مثلا على الفاي 1. الفاي 1 ما هو الا البي زد على الذره الاولى. ولكن ماذا يعني انك تجيب البروجكشن اوبريتر لريبريزنتيشن ما وتشغله على اوربيتال؟ انك السيمتري اوبريشن تخليها تشتغل، السيمتري اوبريشن الموجوده في الجروب تشغلها على الفانكشن هذا والجواب تضربه بالكاركتر الموجودة تحت السيمتري اوبريشن في تلك الريبرزنتيشن. يعني مثلا شغلت البروجكشن اوبريتر على الـ A2 على الفاي 1، اول سيمتري اوبريشن هي E، بدك تجيب السيمتري اوبريشن E وتشغلها على فاي تبقيه في مكانه، وبعد ذلك بضلوا فاي 1، وبعد ذلك تضربه بالكاركتر الموجود تحت E. هيو في A2 الكاركتر الموجود تحت E هو 1. إذا لما شغلت السيمتري اوبريشن E على فاي 1 ضلوا فاي 1 وضربته ب 1، هيو 1 فاي 1. الآن وبدك تمشي هيك مع كل العمليات السيمتري اوبريشنز الموجودة عندك في بوينت جروب. العملية الثانية هي C6، بدك تشغل الـ C6 Symmetry Operation على Phi 1. ولكن ماذا يعني C6 Symmetry Operation؟ هيو إنك دورت بمقدار 60 درجة، فالـ Phi 1 كان هون عند الذرة الأولى صار على الذرة الثانية، يعني صار Phi 2. إذا لما قمت بعملية التدوير بمقدار 60 درجة صار فاي 1 صار فاي 2 صار على الذرة الثانية، وبدك تضربه في الكاركتر الخاص بـ C6 في A2 وهو 1، هايو هون 1 فاي 2. هون بدك تنتبه لشغلة مهمة، شايف هون قبل C6 في 2، هدول قال لك 2 symmetry operation مش symmetry operation واحدة، كلاهما تدوير بمقدار 60 درجة، ولكن واحدة تدوير مع عقارب الساعة والثانية تدوير عكس عقارب الساعة. كتبتها هون تدوير عكس عقارب الساعة، كتبتها C6 ناقص 1،
بشغل هاي السيمتري اوبريشن على فاي 1. اذا بدك تدور 60 درجة عكس عقارب الساعة، فالفاي 1 يعني الفاي الموجود على الذرة الاولى صار الفاي الموجود على الذرة السادسة. اذا بهذه العملية تشغيلها ينتج فاي 6، وبدك تضربه بالسيمتري اوبريشن اللي موجود تحت السي 6 اللي هو الواحد. هاي ضربته بواحد، شايف الحد الثالث واحد فاي 6. طيب عملية السيمتري اوبريشن بعدها هي سي 3، وايضا هناك اثنين سي 3، واحدة مع عقارب الساعة، هذا تشغيل دوران 120 درجة مع عقارب الساعة، وهذا تشغيل دوران 120 درجة عكس عقارب الساعة. تدوير 120 درجة مع عقارب الساعة ينقل فاي 1 إلى فاي 3، عكس عقارب الساعة فاي 1 تصبح فاي 5، والكاركترز الموجودين تحت السي 3 هم 1. أيوه الأول بيعطيك فاي 3 والثاني بيعطيك فاي 5. طيب وفي عندك سي 2، سي 2 تدوير بمقدار 180 درجة، 180 درجة تنقل فاي 1 إلى فاي 4، والكاركتر الموجود في الـ A2 representation تحت السي 2 هو 1، هي 1 فاي 4. ننتقل الآن إلى السي 2 دبل برايم، وبدك تنتبه إنه السي 2 دبل برايم هدول 3 سيمتري أوبريشن، هاي هم 3 أكسس. هاي شغلت السي 2 دبل برايم الأول. لما تشغل السي 2 دبل برايم الأول هو هذا على فاي 1، شو بيصير عندك أنت؟ فاي 1 تنقلب رأسا على عقب وتصبح ناقص فاي 1، يبضلها في محلها ولكن تنقلب رأسا على عقب وتصبح ناقص فاي 1. بدك تضربها في الكاركتر الموجود في الريبريزنتيشن تحت سي 2 دبل برايم، في الـ A2 ريبريزنتيشن تحت سي 2 دبل برايم، وقيمته ناقص 1، فبطلع ناقص ناقص فاي 1، هذا هو زائد فاي 1. وهكذا بدك تنتقل للسي 2 سي 2 دبل برايم الاكسس الثاني، والسي 2 دبل برايم الاكسس الثالث، وهيما جرا حتى تستوفي جميع السيمتري اوبريشنز الموجودين في الريبريزنتيشنز. وبعد ما تعمل هذا العمل راح تجد ان الكومبينيشن التي تبحث عنها وتحقق الـ A2 symmetry ما هي الا 2 في فاي 1 زائد فاي 2 زائد فاي 3 زائد فاي 4 زائد فاي 5 زائد فاي 6. اعملوا normalization وبيطلع نفس الـ C function اللي طلعناه بالهيكل ميثود في اول سلايد عن الهيكل ميثود. طيب for the degenerate states ماذا نفعل؟ نفس التقنية. مثلا الـ E2 أنا أبحث عن الـ C functions that have the E2 symmetry. بدك تجيب الـ projection operator الخاص بالـ E2 representation وتشغله على الـ Phi1 على سبيل المثال. إذا بدك تجيب أول symmetry operation اللي هو الـ identity، تشغله على فاي 1 بيعطيك فاي 1، وتضربه في الكاركتر التابع لهاي السيمتري اوبريشن اللي هو 2، هاي حصلت على 2 فاي 1. بدك تجيب ال سي 6 سيمتري اوبريشن تشغلها على فاي 1، دوران بمقدار 60 درجه مع عقارب الساعه، صار عندك فاي 2، صار عندك فاي 2، وتضربها في الكاركتر ناقص 1، هي ناقص فاي 2. طيب في عندي دوران عكس عقارب الساعة، هذا الدوران عكس عقارب الساعة السي 6 ناقص
واحد شغلته على فاي 1 صارت فاي 1 فاي 6 وبدك تضربها بسالب هيو ناقص 5 ناقص 1 فاي 6 وتكمل لبقية السيمتري اوبريشنز. وجود الأصفار بسهل علينا بقلل وبتحصل بالنهاية على هذا هذه الكومبينيشن. هذا بقول لك هو هذه الكومبينيشن تحقق السيمتري المطلوبة. هذه البروجكشن اوبريتر اعطاك كومبينيشن تحقق السيمتري المطلوبة في الويف فانكشن الذي تبحث عنه. باخده بعمل له نورماليزيشن بيطلع عندي هذه الكومبينيشن. وبدي اياك تنتبه مع صورة الام او اللي كنا توصلنا لها بالهيكل ثيوري. الكوفيشنتس لفاي 1 وفاي 4 موجب، هاي فاي 1 وفاي 4 موجب، لفاي 2 وفاي 3 فاي 5 فاي 6 سالب. وفي عندي اربع نودز 2 نودال بلينز وهو المتوقع في الـ E2MOs. الآن أنا طلعت بهذه الطريقة واحد من degenerate functions. بدي الثاني، قال لك ما في مشكلة إطلاقا، بدك تجيب الـ projection operator والخاص بهذه نفس الـ representation بالـ E2 وتشغله لكن على function ثاني مش على phi 1. خلينا نقول خلينا نشغله على phi 2. رجاء جرب اعمل هاي الشغلة بإيدك ستحصل على هذه combination. ولكن انتبه هذا لا يكفي، هذه ليست نهاية المطاف. هذا الفانكشن يجب أن يحقق شرطا آخر. إذن لما شغلنا البروجكشن اوبريتور لل E2 representation على Phi 2 حصلنا على هاي linear combination، هون سميتها C5 star. هذه linear combination تحقق شرط أنها تنتمي لل E2 representation، ولكن هذا الشرط وحده لا يكفي. لماذا؟ هناك شرط ثاني يجب أن يتحقق. لازم الـ C function لـ state هاي اللي هو سميته C4 وهو اللي استنبطته في السلايد السابق، والـ state function الذي أبحث عنه لهذه الـ state اللي سميته الآن C5، هدول الـ two functions يجب أن يكونوا orthogonal. إذن يجب أن يتحقق شرط السيمتري، لازم الـ linear combination تنتمي للـ E2 representation، ولكن أيضاً الـ C function 5 الذي أبحث عنه يجب أن يكون orthogonal مع الـ C4 اللي اشتقيته في السلايد السابق. كيف أجد هذا الـ C function اللي بده يكون orthogonal مع الـ C4؟ بدك تنطلق من الـ C5 star وتطورها بحيث تصبح orthogonal مع الـ C4. الفانكشن الذي أبحث عنه يمكن الحصول عليه من هذه المعادلة. بدك تيجي على الـ C5 star هذه combination تضربها بـ C4 استنبطها في السلايد السابق وتعمل integration over the whole space، وبالنهاية الجواب تضرب في C4 نفسه. المحصلة تطرحها من C5 star نفسها linear combination، وعندما تعمل هذا العمل كله تحصل على C5 اللي هي هذه combination. هذه combination تنتمي لنفس representation اللي هي E2، ولكنها بالإضافة لذلك تحقق شرط orthogonality. والآن عندما تقارن coefficients هون برسم الـ MO اللي كان موجود أمامي في الـ Energy Diagram، إيش بتلاحظ؟ بتلاحظ coefficient لفاي 2 موجب مثلا هون، هذا موجب، 5-3 سالب، 5-4 صفر مش موجود في المعادلة، 5-5 موجب، 5-6 سالب، و 5-1 coefficient إلو صفر. فأنت بالنهاية استنبطت نفس combination اللي تنبأت فيها أيضا الهيكل ثيوري والموجودة في الرسم هذا. ننتقل الآن إلى دراسة الإلكترونيك ترانزيشن من الهومو لليومو في جزيء البنزين،
ونبدأ بالground state لجزيء البنزين. في عندي إلكترونين في A2U وأربع إلكترونات في E1G. أضربهم بعض. الground state belongs to the A1G representation. الآن قمت بإثارة إلكترون من الـ E1G للـ E2U. Homo to Lumo transition. أصبح في عندي ثلاث إلكترونات في الـ E1G. إلكترون واحد في الـ E2U. أضربهم بعضهم البعض. سينتج ذلك عندك reducible representation. اعملها reduction وستكتشف أنه يمكن يصيرها reduction into three representations. واحدة corresponding to four electronic state. One of these electronic state has the B1U symmetry. الثانية عندها ال B2U symmetry. Two electronic states are degenerate or belong to the E1U representation. بدي ننتبه إنه all these four states for the first approximation have the same energy. إذن لأول تقريب نقدر نقول هدول الإلكترونيك ستيتس الأربعة عندهم نفس الطاقة. ننتبه أيضا there are no restrictions on spin. Each state can be triplet or singlet. أي واحدة من هدول الستيتس الأربعة ممكن تكون singlet أو بدها تكون triplet. لكن احتمال أن تكون triplet سيكون احتمال ضئيل. لماذا؟ لأنه singlet to triplet transitions are forbidden. And ground state هي singlet state. فاحتمال أن تكون ground state triplet سيكون احتمال ضئيل because singlet to triplet transitions are forbidden. وأيضا خلي في بالنا دائما إنه الإنرجي للتريبليت ستيتس أقل من الكورسبوندينج إنرجي أوف أو من الإنرجي أوف ذا كورسبوندينج سينجلت ستيت تطبيقا لقاعدة هوند. الآن بدنا نفكر أي ترانزيشنز آر ألاود سيمتري ألاود وأي ترانزيشنز آر سيمتري فوربيدن. كل نحن بنحكي عن الهومو تو لومو ترانزيشن. الترانزيشن من الـ A1G ground state للـ B1U راح تكتشفوا إنه forbidden. ما بيحقق إنه الانتيجراند اللي اشترطناه في السلايدات السابقة ينتمي للـ A1 representation. الترانزيشن للـ B2U كذلك forbidden. والترانزيشن الوحيد الـ allowed هو الترانزيشن من الـ ground state للـ E1U state. هذا مبين هون. هيا عملنا هذا representation التي تمثل ground state وهي representation التي تمثل الـ final state excited state في E1U symmetry. وهذه هي representation to which X and Y belong. أضربهم في بعض الناتج A1G. إذن تكامل transition moment integral للانتقال من الـ ground state للـ E1U is allowed. وهذا هو الـ transition الوحيد الـ allowed للبنزين من الهومو للومو. هذا الـ UV spectrum للبنزين موليكيول. راح تشوفوها كله هذا معقد بس هدول كلهم اللي احنا شايفينهم هم هومو تو لومو ترانزيشن. هذا اللي عند 300 نانومتر تقريبا. هذا الانتقال من السنجلت ground state إلى تريبلت B1U. وكما قلنا هذا spin forbidden احتماله ضئيل جدا جدا جدا. انتبه ايش هنا هذا الابزوربتيفيتي الابزوربشن كوفيشنت لوج تبعه
فيعني الابزوربشن كوفيشنت هون لما يكون اللوج له ناقص 3 يعني ضئيل جدا، قيمه الابزوربشن كوفيشنت 10 مرفوع القوه ناقص 3. الغريب عند ال 250 هون وعند ال 200 تقريبا ايضا في باند بالاصل هذول السيمتري فوربيدن، هذا سنجلت 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 سنجلت، لكنه اللي حكينا عنه في السلايد السابق هذا من الجراوند ستيت للبي تي يو which is symmetry forbidden، وهذا من الجراوند ستيت للبي 1 يو كمان symmetry forbidden، وراح نشوف في الجزء الثالث من محاضرتنا ليش symmetry forbidden او عموما forbidden transitions ممكن يظهر لهم bands في السبكترا. اما الترانزيشن الوحيد اللي بالاصل مسموح من الهومو لللومو فهو من الجراوند ستيت الى الاي 1 يو سنجلت سنجلت، الابزوربشن كوفيشنت او الابزوربتيفيتي عاليه جدا 10 مرفوعه للقوه 5 قيمه كبيره. ولننتهز هذه الفرصة للتحدث عن ما يعرف بالconfigurational interaction. هاي مبنية على فكرة إنه states of the same symmetry can interact. بس بدي إياك تتذكر الفيرمي resonance اللي درسناه لما طرقنا للvibrational spectroscopy bending vibration of CO2 على وجه الخصوص. وكان شرط الفيرمي ريزونانس تقارب الطاقة وإنه الـ two states have the same symmetry. وهون الفكرة تماماً إنه إذا في عندي two states of the same symmetry they can interact with each other. هلا الـ energy لـ low energy state becomes lower نتيجة الـ interaction وthat of the high energy state becomes higher نتيجة هذا الـ interaction. خلينا نتأمل في الـ energy diagrams الموجودة أمامي. هذه الـ ground state لجزيء البنزين. هذه الـ first excited state. نقلت إلكترون من الـ homo لللومو. هذه الـ excited state أعلى من الـ ground state بكم من الطاقة مقداره 2 بيتا. هذه الـ excited state ممكن تكون بـ 2U symmetry، ممكن تكون B1U symmetry، وممكن يكون إلها E1U symmetry. طيب خلينا ناخد higher excited states. هون نقلنا إلكترون من مستوى الطاقة الأول لل E2U، انت زودته بالنظام هذا بثلاثة بتا من الطاقة أعلى من الground state. وهناك ايضا لو انت اثرت الكترون من الديجنريت ليفلز هذول للهايست انرجي ليفل انت بتكون زودت السيستم ب 3 بيتا يونتس من الطاقه، وهذول الاثنين حالتين لهم نفس الطاقه، ولكن ستكتشف انه هذول الاثنين لهم السيمتري اي 2 جي، اثنين لهم اي 2 جي. كيف بدك تعرف؟ بدك تاخذ السيمتري للاوربيتال في الالكترون المنفرد هذا والسيمتري للاوربيتال في الالكترون المنفرد هذا، تضربهم مع بعضهم البعض، ستكتشف اذا انه السيمتري لهذه الاكسايتد ستيت هي اي 2 جي، ونفس الشيء لهذه الاكسايتد ستيت هي اي 2 جي، وعليه هذول التو اكسايتد ستيتس they do not interact with the first excited state. ولكن لو نقلنا إلكترون من lowest energy level هذا اللي هو A1U إلى highest energy level اللي هو B2G، بكون أنا أضفت للنظام 4 بيتا units من الطاقة. هاي state has the BTU symmetry. الآن هذا وهذا ستيت لهم نفس الـ first excited state والـ fourth excited state لهم نفس السيمتري. They can interact. هذا الـ B2U prime اللي هو
يمثل هذه الاكسايتد ستيت، وهذا البي تي يو يمثل الفيرست اكسايتد ستيت. اللور ستيت انرجي will become lower in energy والهاير ستيت انرجي will become higher in energy. ولذلك البي تي يو ستيت الكترونيك ستيت هاي طاقتها اقل من البي 1 يو واقل من الاي 1 يو الكترونيك ستيت. كنا فرضنا for first approximation that they have equal energies. في الجزئية التالية نتناول electronic structure of localized groups. اسمحوا لي أن أؤجل التعليق على المقصود بمعنى localized groups، ولنتأمل أولا بجزيء الفورمالدهايد كربوني هيدروجينتين وذرة أكسجين. بين الكربون والهيدروجين في single bond، وبين الكربون والأكسجين في عندي double bond. الآن من اللو ستراكشر لحاله أستطيع توقع كيف سيكون الMO scheme لهذا الجزيء. عندي 3 سيجما بوندز، 1 2 3. إذا عندي 3 سيجما بوندز فهذا يعني أنه عندي 3 bonding sigma MOs. هاي bonding sigma MOs، 3 bonding sigma MOs. وإذا كان في عندي bonding MOs ففي يقابلهم anti-bonding MOs. هاي هم الثلاثة sigma anti-bonding MOs. 2 MO كربون هيدروجين وواحد كربون أكسجين. أيضا في عندي رابطة باي بين الكربون والأكسجين، سينشأ من ذلك pi bonding pi orbital و anti bonding pi orbital. الآن بتبقى عندي عذرة الأكسجين 2 lone electron pairs. إذا افترضنا إنه ذرة الأكسجين ما صار لهاش hybridization، فهدول 2 lone electron pairs طاقتهم هي نفس طاقة ال p orbitals في الأتوم atomic oxygen. لكن زي ما تعلمنا على الأغلب والطريقة في كيمياء 101، سنتوقع أن الأكسجين يكون sp2 hybridized. التو لون إلكترون بيرز they are equivalent، عندهم نفس الطاقة، لكن طاقتهم مستوى الطاقة هذا راح ينزل شوية نتيجة زيادة الS character فيه. الحسابات وتؤيدها كثير من التجارب تشير انه ذرة الاكسجين في الفورم الدهاي اقرب لان تكون sp hybridized من ان تكون sp2 hybridized. اذا هذا الستركتشر يصف جزيء الفورم الدهاي بدقة اكثر من افتراض sp2 hybridization. ولكن ماذا يترتب على كون ذرة الأكسجين sp hybridized؟ هدول اللون electron pairs are no more equivalent، لأن واحد منهم موجود في p orbital بينما الثاني موجود في sp orbital. الموجود في sp orbital هو نتيجة زيادة s character ستكون طاقته منخفضة. هذا n non-bonding orbital اللي جاي من sp orbital on the oxygen atom، بينما اللون إلكترون بير الموجود في أو الجاي من الموجود في الـ P orbital للأكسجين أتوم ستكون طاقته عالية. ماذا نلاحظ في هاي السكيم؟ ما هو الاختلاف الآخر عن السكيم الأولى؟ نلاحظ أني أنا السيجما الخاصة بالـ CH تجاهلتها تماما. يعني أنا بالنهاية نظرت لCO group في هذا السكيم، أنا أنظر لCO group بغض النظر عما يتصل فيها من سيجما بوندز، ولذلك هاي group it is a localized group. الباي سيستم الموجود فيها localized بين الكربون والأكسجين وما بيمتد باتجاه الهيدروجين. هذه روابط سيجما الMO الباي MO متركز بين الكربون والأكسجين. هذا المقصود باللوكالايز
جروب. هذا هو مرة ثانية الانرجي دياجرام للسي او جروب، واحنا الان هون موجودين في الجراوند ستيت، ومن السهل ان نستبين انه الجراوند ستيت has a one symmetry. تذكروا معي دائما doubly occupied non-degenerate state راح تعطيني ال A1 symmetry، ولكن تستطيع أن تتأكد من ذلك بنفسك. الآن ماذا لو عملنا excitation؟ وخلينا نتأمل في two excitation processes. الأولى هي أنك تنقل إلكترون من ال N، هذا ال N اللي طاقته عالية اللي هو ال NP بدي أسميه، إلى ال pi star، هذا N to pi star transition. والانتقال الثاني اللي بدي أخده بعين الاعتبار هو نقل إلكترون من الباي أوربيتال هذا إلى الباي ستار. أنا بتكلم هون عن باي to باي ستار ترانزيشن بالسبكتروم، باليوفي سبكتروم للفورد بارد هاي. الباي to باي ستار ترانزيشن is very strong, shows a very strong band with epsilon أكثر من 10 مرفوعة للقوة 4، بينما ال N to pi star transition الإبسيون إلو منخفضة من 10 مرفوعة القوة 1 إلى 10 مرفوعة للقوة 2. لماذا يا ترى؟ وسنحاول أن نبحث عن الجواب في السيمتري. أذكرك أنه الفورم الدهايد ينتمي إلى C2V point group، هذا هو ال C2 axis، وهذا نفسه هو ال Z axis. ال X axis في نفس الصفحة في نفس الشيء، وال Y عمودية على هاي الصفحة باتجاهك، يعني أمام الشاشة وخلف الشاشة. بدنا نتأمل الآن في ذرات الهيدروجين أيضا، واحدة منهم أمام الشاشة والتانية موجودة خلف الشاشة. بدنا نتأمل في السيمتريز للأوربيتالز المعنيين اللي هم الباي والإن والباي ستار، وخليني أبدأ بالسيمتري للباي أوربيتال. هاي الباي أوربيتال، هاي موجود عندي هنا الباي أوربيتال. الآن فيما يخص السي 2، بدك تعمل دوران لهذا الجزيء 180 درجة. شو بده يصير في الباي أوربيتال؟ الماينس تطلع لفوق والبلس بنزل لتحت. إذن لازم يكون الكاركتر ناقص واحد، لأنه إشارة الفلك عم تتغير. فأنت أمامك خيارين، إما البي واحد أو البي تو ريبريزنتيشن هم الوحيدين اللي بيعطوك كاركتر أوف ماينس ون تحت السي تو أوبريشن. الآن خليني أنظر للسيجما إكس زد ريفلكشن. وين هذا البلين موجود؟ السيجما هاي هو موجود هون زي ما هو موجود، هو هاي صفحة الشاشة، هي صفحة الشاشة، هذه البلين اللي أنا بحكي عنها. طيب هذه البلين لما تعمل أنت انعكاس عليها، البلس بضل فوق والماينس بضل تحت، الاتش هاي بتروح عند الاتش هذيك. إذن الباي أوربيتال نفسه لا يطرأ عليه تغيير، ولذلك لازم يكون الكاركتر تحت هذه السيمتري أوبريشن واحد. نعم هي واحد هون، إذن على طول هذا الباي أوربيتال ينتمي إلى البي 1 ريبريزنتيشن. بنفس الطريقة خلينا نشوف الباي ستار. الباي ستار زي الباي هذا، لكن بلس ماينس وماينس بلس. الآن خليني أعمل ريفليكشن أكروس ذا إكس زد بلين. هاي الإكس زد بلين مرة تانية هي الشاشة نفسها، الذرات موجودة في ذرة الأكسجين والكربون موجودين في الشاشة. اعمل ريفليكشن، الماينس راح يضل هون، البلس راح يضل هون، ونفس الشيء لا يوجد تغيير. إذا أيضا البي ستار ينتمي للبي 1. ماذا عن الان أوربيتال هذا؟ الان أوربيتال هذا خليني انتبه لذرات الهيدروجين هون وهون.
هدول ذرات الهيدروجين والكربون هدول موجودين هيك باتجاه واي. وين الاتجاه واي؟ زي ما حكينا في البداية الاتجاه واي هو عمودي على الشاشة الموجود عندك. طيب اذا وين البلين اكس زد؟ هذه زد واي. في هذه الحالة اذا رسمت الجزء بهاي الطريقة البلين اكس زد بده يكون هو البلين الجاي عمودي على الشاشة، وهذا البلين هاي جاي هون راح خلي البلس يجي محل الماينس والماينس يجي محل البلس. اذا الكاركتر لازم يكون ناقص واحد تحت ال x z plane of reflection. اذا ال n orbital ينتمي الى ال b2 representation. الان نرجع لل pi to pi star transition. لما يصير pi to pi star transition راح يكون عندك الكترون في الباي اوربيتال والكترون في الباي ستار، ولكن الاثنين لهم نفس السيمتري هي بي 1. اذا السيمتري للفاينل ستيت بي 1 مضروبه في بي 1 اللي هي اي 1، و زد بيلونجز اولسو تو اي 1. لما تضربها فيهم راح يطلع معك النتيجه النهائيه اي 1، معناه انه هذا الترانزيشن از الاود اند از اس Z polarized. طيب الـ transition N الـ high energy N اللي هو الـ NP to pi star. اوكي عندي إلكترون في الـ N orbital، عندي إلكترون في الـ pi star. الـ symmetry للـ excited state هاي، هذا B1 وهذا B2، اضربهم مع بعض ال B2 و B1 راح يعطيك A2. يعني هذا transition من A1 to A2، A1 to A2، وما عندي ولا X ولا Y ولا Z تنتمي ل A2. عفوا لا X ولا Y ولا Z تنتمي ل A2، وعليه فالintegrand هذا لا ينتمي للـ A1 representation، و transition moment integral ستكون قيمته صفر، وعليه هذا الـ transition is forbidden، وهذا السر في إنه الـ intensity إله منخفضة جدا. أنت لحالك كمل، أنا كملت هنا الـ transition من الـ N اللي هو الـ SP إلى الباي ستار، وأيضا أنت لحالك شوف الترانزيشن من باي لسيجما ستار من هون لهون، ومن NP هذا لسيجما ستار. خلينا نشوف هدول راح يكونوا forbidden ولا allowed. تمرين إلك، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الجزء. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله.